يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أملك محلا للمواد الغذائية، فهل يجوز لي أن آخذ مبلغا شهريا ثابتا؟ أملك محلا للمواد الغذائية، فهل يجوز لي أن آخذ مبلغا شهريا ثابتا من العامل، أي أجرة عليه أو أي أؤجره عليه؟ أعيد السؤال. يقول أملك محلا للمواد الغذائية، فهل يجوز لي أن آخذ مبلغا شهريا ثابتا من العامل، أي أؤجره عليه؟ لا ما يجوز هذا. العامل إنما استقدم للعمل فقط، فلا يجوز إنه يبيع ويشتري، ممنوع هذا. نعم، انت الله تعالى.